بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفيديو الأخير تقريبا. بطلب من حضراتكم بس ان انتوا تطلعوا على هذه الجزئية اللي هي الخاصة بالانسلبي اوف رياكشنز. واذا كانت فيها اي حاجة مش مفهومة نقدر ان شاء الله نتواصل مع بعض عن طريق النت. دي امثلة محلولة تقدروا حضراتكم تقروها. يعني أنا حاولت أنوع في الأمثلة، مش معنى كده إن الامتحان هيجي من الأمثلة ديت يعني، بس دي يعني إيه محاكاة. الجدول دي فيها بعض القوانين اللي ممكن تطلعوا عليها. دي بعض التعريفات. جدول تاني للقوانين. هنا البريشر يونتس، وحدات الضغط عشان حل المسائل، تساعدكم كتير في حل المسائل. ده الجاز كونستانت ثابت العام للغازات، هو دي قيم متنوعة. ده نتيجة اليونتس المستخدمة. بشكر حضراتكم وبتمنى لكم التوفيق، وآسف إذا كنت شرحت كتير باللغة العربية. ده بس علشان حضراتكم تقدروا تفهموا المنهج، وبإذن الله نتواصل مع بعض عن طريق النت. شكرا لحضراتكم.